كلينيكا صوت لبنان تحيات لكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا برفقتنا بهالحلقه الجديده ستريس المزمن شو هو ستريس المزمن كل حدا منا رح يسال انا عم بعاني من ستريس مزمن هلا بتعرفوا كل التفاصيل بنحكي عن عن العوارض بنحكي عن العلاجات بعتقد اول ما نحكي عن العوارض كل شخص رح يعرف اذا بيعاني من ستريس مزمن ضيفي دكتور مرام الحكيم طبيب وعالم نفسي عيادي اهلا وسهلا فيك دكتور مرام كيفك الحمد لله ما بعرف هلا بدي اكتشف معه اذا عندك ستريس مزمن مزمن يعني منه حيلا ستريس هلا بنشوف خلينا <applause> نبدا ستريس مزمن هالكلمه هل بتعني او شبيهه بمرض مزمن لا السّتريس هو الضغط النفسي وفي كمان يكون ضغط جسدي بس في يكون ستريس اني متقطع او مزمن كلهم المشاكل هون المزمن مشاكله اكبر الضغط النفسي المزمن ان كان هو ماديات، ان كان مشكله بالعائله، ان كان شو ما كان او مرض جسدي اي شيء بيعمل ضغط نفسي اذا طول كتير اخطاره على النفسيه وعلى الجسم بتصير مهمه. ضروري يكون لحتى نوصفه بستريس مزمن انه يكون مشكله يعني مادية يعني وضع اقتصادي بيقعد بيقعد اكيد الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه هذا ستريس مزمن غير ال50 شغله اللي من سنه 73 عم نمرق فيها طب اذا كان اذا كان حدا عنده مشكله مشكله يعني ببيته مشكله نفسيه يمكن مم مم آه ما فيها تولد له ستريس مزمن بلا اذا اذا طالت اكيد اذا عنده مشكله مع زوجته اذا عنده مشكله ماديه اذا عنده مرض عضال مثلا آه شيء خطر بجسمه والماديات اكيد يعني بيكون مسؤول عن عيله يعني عن حاله وما قادر يعمل شيء وبيمرق شهر وشهرين وثلاثه واربعه هذا ستريس مزمن مم. يعني فيها تكون يعني عوامل ماديه يعني مادية. هي عوامل اقتصاديه أحتس... ماديه قصدي بانه ملموسه يعني أي. و... ومع مشاكل نفسيه كمان او أي. لا كل وحده لحالها فيها تعمل آه طالما كده. هي بالطول بتطول فيها تعمل هالشيء يعني ستريس الكلمه أساسا انه كانت قبل ما يحطوها بالنفساني يعني كانت ستريس على المعادن الضغط بس هي بتعني ضغط نفسي ضغط نفسي فيجي من اي نوع مشكله وفي يكون مثل ما قالنا اني او متقطع او مزمن حتى الآن يلو مشاكله طيب ليش من اذا كان اني اني مم. يعني لمرحله لمرحله مثلا وليش نقول مزمن مزمن لا لا نفكر مع... مدى مش... طويل لا كل وحدة شكل اه مش مرتبطه لا مش مرتبطه عندي عندك ستريس الاني مثلا حادث سياره آه... ضربه ماديه ما جمعة الجمعه جمعتين وانحلت آه مشكله بالعائله رجال ومرته او مع الاولاد آه الولد سقط وراح يكبوه برات المدرسه وانحلت هذا اني اوكي مشكله صحيه كسر ايده صار في ستريس رجع تزبط اني بس اذا الشي طول شو ما كان اسبابه مادي معنوي جسدي شو ما كان بس يطول بصير الاعراض اللي بتنتج منه جسديا ونفسيا بتكون اخطر واكبر وعلاجها اطول طب لما نقول اطول يعني م. المده الزمنيه قد ايه آه بتكون تقريبا؟ المدة الزمنية للستريس لما نقول طول بس تقولي طول انا مت... اعطيتك اكزامبلز مثلا شيء بيصير من حل يومين ثلاثه جمعه بيمشي الحال اذا شيء طول شهور وسنين بده يصير مزمن طب اي مشكله اي حدا بيكون عنده مشكله م. إلى زمان وما عم تنحل او ما عم بلاقي لها حل تلقائيا يعني رح تسبب له ستريس مزمن او إذا حسب كل شخص هلا هل في فرق بين الاشخاص لان القدره على التحمل تختلف. يعني شخصية من شخصية لشخصية بس بالنهاية شو ما كان الشخص قوي ولا هيدا إذا أنت حاطة عليه ستريس طويل الأمد بده يحس بشي هلا بحسوا مثل بعضهم لا ممكن كل واحد جسمه يعني يبين هالستريس أو نفسيته تبين محل معين يعني. نعم اوكي خليني اقول للاصدقاء المشاهدين المستمعين اي سؤال لدكتور مرام الحكيم من خلال ارقامنا على 01 32 5 35 76 611 صفرين او صفرين وايضا من خلال الواتساب على 76 611 صفرين فصلت ثلاث انواع من الستريس الفوري م. المزمن المتقطع والمتقطع صحيح. شو بيختلفوا؟ متقطع شو يعني, يعني معقولة نفس المشكلة تروح يحلها ترجع تعمله أو مشكلة تانية تظهر. اي مثلاً بصير عنا اليوم مشكلة خربت السيارة بعد يومين ثلاثة ابنه صاد بعد شهر هذا متقطع. المزمن مثل ما قلت مستمر. المزمن مستمر أكتر بتكون بالمو... بالقصص النفسية لأنه يمكن عنده لا مشاكل من صغر ومن حلي. ليكي إذا عنده مشاكل نفسية بالماضي. بيزيد الطين بله بس محل ما ببين ستريس بيكون حسب جسمه رح اقول لك ليش فيكون بجسمه بيكون على ضغطه بيكون يصير معه فايبرومالج بيصير معه, معه اوجاع ظهر بيصير معه وجع راس مزمن متكرر بيصير معه تقرح بالمعده يعني ما فيني اعرف ابو وقت كل انسان وين حيضرب الستريس المزمن بس بعرف حيضرب نعم، هلا بنحكي عن العوارض في هي اتصال هي الو حبيبي يا الو وي بونجور مدام اهلا سعيد تفضل يسعد صباحك اهلا فيك، شو سؤالك لدكتور مرام؟ طلع بالسيارة عليك. والدكتور عم يسمعك أيوة. تفضل <applause> اوكي، آه بونجور دكتور مرام يسعد <applause> آه. <لي> صباحك <applause> الله يخليك دكتور من بعد امرك بدي اسألك شغلة أنا أنا في في شغلة أنه أقل شغلة مثلا بتصير معي كثير بعصب بعصب لدرجة بكرز <applause> يعني بكرز بكرز بفش خلقي بالشي بخبط شي كذا يعني بصير عندي شعوريا بصير عندك ثلاث اربع دقائق برجع بروق يعني اقل شغله أقل, اقل اقل مم. اقل شغله سريع الانفعال هذا شيء بتعلق بنفسيتك اساسه ما بعرف وين بلش باي عمر باي حوادث او ظروف او يمكن يكون بكير بعمرك بس انت سريع الانفعال بدك بدك تستفيد من علاج نفسي يساعدك بس انيا فيك تعمل اشياء تخفف ستريس هذا مثل تعمل اشياء مثل الرياضه خفيفه 20 دقيقه باليوم تامل فيك تعمل فيك تسمع موسيقى فيك تعمل اشياء بتريحك بس على المدى الطويل بدك تعمل علاج نفسي لانه بيكون هي السبب انه شخصيته يكون سريع الانفعال فوري الانفعال وبيغضب بيرجع بيروق م. اذا ما عملت له مشكله غير ما بس لو ما عملت له مشكله ما كان حكي. اكيد نعم اي هذا جوابه يعني بما انك بعد دقيقتين ثلاثه هيك بتترو عد للعشرة قد ما يعني فيك في في بس انا بنصحه يعمل علاج نفسي هاي يعني الشغله آه. بتكون متجذره من عمر معين يعني بيكون في سبب من سبب نست... داخلي اكيد لان وقدره نعم. خصوصا اذا ما كان هيك وصار هيك نعم في هيك. اتصال الو انقطع فينا نرجع نتواصل فيكم تتواصلوا مع الدكتور على ارقامنا الو مرحبا تفضل بدي رقم بدي رقم دكتور جوزيف عزوري صديقي دكتور مرام الحكيم العجب. على الهوا مغلط مش, مش عم يسمع غير عم يسمع غير محل م. طيب آه بدي كمان اتابع آه في كثير اتصالات بموضوع القلق ال آه او الستريس المزمن آه كنت عم تحكي عن عوارض اي, أي نوع ستريس يعني الفوري المزمن والمتقطع م. دغري في عوارض آه تظهر على الشخص وشو هي؟ اوكي، رح اختصرهم طوال بس رح اقول بدي بدي احكي على كلمتين بس. ليش الضغط النفسي بيأثر على النفسية والجسم؟ لأنه الجهاز العصبي والنفسية مربوطة أول شيء بالغدد. وحدة منهم الغدة يلي أدرينالين تفرز. اوكي. تاني شي مربوطة بالثيرويد، هذا الغدد. تاني شي جهاز المناعة، ستريس مربوط، عفوا، الجهاز العصبي والنفسية مربوطة بجهاز المناعة وقت المناعة بتتأثر أي جزء من الجسم بيقدر يتأثر ممكن يصير ياخد التهابات بسرعة يرشح كتير ما يصح بسرعة أو بصير في شيء اسمه المناعة الذاتية الجسم بيضرب حاله أوكي تالت شيء استرس موصول على جهاز يلي بخلينا نتوتر الجهاز العصبي جزء منه يلي بس يصير في كريزة قوية حادث شيء من هالنوع كمان استرس النفسي بحرك هذا الجهاز هذا الجهاز بيعطي بيعلي الضغط ضربات قلب الى اخره بيعمل ارحى الى اخره هلا رح آه اسالك آه بس آه في في اتصال آه ناطرين الو يلا الو يلا. بونجور اهلا تفضلي معك مريم شريم حبيبتي حبيت كثير الموضوع تفضلي. عندي سؤال للدكتور تفضلي معك تفضلي دكتور انا انا من اكثر من عشرين سنه بعاني من الغده النخاميه افراز زايد لهرمون الحليب، يعني مع انا مطلقه وما جبت اولاد هد... ما خص ما خص ما إيه. خص هذا يا بيكون في تيومر يا عم دواء معين مهدئ بيعمل هالشيء لا يا دكتور انا مم. ما باخذ مهدئ لا, لا انا عندي كان عقده من مم. مم. ايه من عقده من ماما لانه ماما كانت تاخذ كثير لورازيبان وحبوب اعصاب مم. ما خاصه بالبرولاكتين أصل... ما خاصه بالبرولاكتين ايه ايه هلا هي ماما كان عندها الله يرحمها البرولاكتين عالي طب حضرتك إيه. بس يا دكتور انا اخذت انا عندي الدو... انا عم باخذ الدوستيناكس بنزله برجع بعمل فحص بيطلع عالي طيب مدام وبعدين تشخيص لانه اذا عم بيعلى بدون تدخل ادويه لان ايام ادويه نفسيه بتعمل هيك بس اذا ما عم مع أنت في عم تاخذي دوستينكس معناتها عالي برولاكتين يا بيكون في تيومر جوا براسك يا بيكون في عندي طيب ش... صح اوكي يا بدنا يعني عندي ورم ملي ونص عفوا بلا ايه. أوكي. ونص أوكي. ما عم بزيدها بعمل ام ار اي كل سنه بدك تعملي ام اي حتى ما يك ما يكبر بزيد. <applause> اذا ما بيكبر خليكي على دوستينكس ما في حل ثاني نعم اهلا فيكي ما في... طب بس سؤال حبيبتي نعم <applause> 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 عوارض الدوستينكس انه هو بيعمل تعب نفسي انا بس اخده بتوتر بعصب انا عندي اصلا وجع معده <applause> كل الوقت عندي وجع معده <applause> الدوستينكس بيع... الدوستينكس بيعطي دوبامين الدوبامين أوكي. في يعصب عن الدوبامين بتعرفي انه بيقدر يعلي الضغط او يعصب او شيء من هالنوع. نعم اهلا فيكي أه بدي اتابع ذكرت العوارض اه في اتصالات يلا في اولويه للاتصالات لحتى يستفيد. يلا يلا أه. الو؟ الو بونجور تفضلي أه بدي اعزك بديش اسال الدكتور العرض روماتويد ارثرايتس والاميون سيستم ديزيز دخل بالستريس اكيد هذا عم نحكي عنه اوتو اميون وقت لي المزمن هلا مش انتبهي في يكون من اسباب ثانيه في يكون شوي تحميل وراثي يعني بس بالنهايه ستريس بياثر كمان واحيانا ما بيكون شيء لا وراثي ولا شيء ستريس بيعمل سو so ممكن يكون اشياء ثانيه او ستريس بس الستريس المزمن خصوصا المزمن بيأثر على جهاز المناعه اذا جهاز المناعه تاثر في يضرب اي شيء ومنه المفاصل ومنه الروماتويد الى اخره نعم سو هذا الجواب إذا بدك شيء ثاني نعم اهلا فيكي لارجع معك دكتور مرام الحكيم بموضوع العوارض ذكرت كم عارض اذا فينا نقول مم. هل هالشي بيعني انه كل شخص عنده آه استرس مزمن؟, مزمن شو ما كان نوعه فوري او مزمن او مم. لا متقد. مزمن شيء وفوري شيء مز ستريس مزمن شيء وفوري شيء ثاني طيب م. يعني عم بيكون عم بي... يمرق بهالعوارض يشعر بالعوارض اللي ذكرتها مش كلها مثل بعضها لأن الفوري بيعمل عوارض اخف اخف شيء الفوري الفوري أوكي. والمزمن اكثر شيء وبيقدر يعمل رح عد الاجهزه م. الجسم يلي بتنضرب بالستريس المزمن لانه خطير اول شيء اكيد القلب والدوران ارتفاع ضغط ضربات قلب الى اخره في كمان يصير عنده الشرايين تبع القلب يسكروا الشرايين اي 100% في لها ميكانيزم مش انه عم نحكي هيك انه هذا مش بس الستاتستيك بتبين هالشي بس كمان طبيا بنعرف ليش يعني اوكي الضغط مثل ما قلنا هون حاط اكزامبل المعده بتتوتر بتتشنج والى اخره القولون العصبي اوكي في يصير عنده مثلا اه بصير في عنده تقرحات بالمعده كمان من ورا ستريس، مش انه في بس الميكروبيا اللي موجوده بالمعده وبيقتلوها، لا كمان ستريس بيعمل ستريس ألسر، العضلات فايبروميالجيا فيها تجي من ستريس، آه عندنا الاوجاع اكيد اوجاع ايدين إجرين اطراف م. يلي ما بتتفسر بشيء ثاني نعم آه عندنا الميعاد بتأثر ميعاد عند الستات، الخصوبه مثل ما قلنا جهاز المناعة اوتوميون المناعة بتضرب مناطق من الجسم ما بنعرفها قبل بوقت حسب جسمه للشخص الجلد الاكزيما بيصير عندنا بصير اشياء تانية هذه من الناحية الجسدية هالمينيموم المينيموم هو عم بختصر لك مم. نفسيا القلق بانواعه من فوبيات لبانيك اتاك للقلق المزمن الاكتئاب اكيد واحد عنده ستريس مزمن بيكتئب يمكن ينتحر نعم بعدين عندنا الادكشنز الواحد اذا عنده ستريس مزمن يا يعني بيستعمل مواد كحول او غيره ليروق حاله او بصير ياكل زياده، اوكي؟ في ناس تأكل زياده، بصير عندها ايتنج ديس اوردر وفي تعب اكيد وهذا الشيء تعب جسدي، يعني ناخذ اتصالات، الو؟ الو بونجور اهلا تفضلي آه دكتور بس بدي اسالك سؤال واسمع على عالراديو، حضرتك حس حكيت عن البرولاكتين، نحن وقت أخرنا شوي تنجيب بوليب طلعت البرولاكتين عاليه اعطيني دواء الحكيم وجبنا هالولاد آه البرولاكتين ما رجعت فحصتها آه هلا هل, هل يا ترى انه ضروري ارجع افحص برولاكتين وجورجي باسترس ليش البرولاكتين شو بتعمل بالحياه رح اسمعك على الراديو أوكي. بس انه ما عم باخذ دواء ابدا اوكي أه البرولاكتين بينفرز بس يكون شخص مره حبلي وبده يحضر الثدي لحل الارضاع اوكي هذا بالنهايه أه هلا ليش بيرتفع ايام بيكون بسبب سايد افكت لدواء تاني خصوصا الادوية النفسية مشكلة لقسم منها وتاني شيء بيكون لا في تيومر اما تيومر واضحة وكبير يعني ورم او مايكرو تيومر بس بالنهاية بيصير في افراز زيادة عطوك دواء مؤقت لانه اذا هل البرولاكتين شو بيعمل غير انه بيعد الثدي للارضاع كمان هو بيعاكس الهرمونات الجنسية سو so, انت بطلتي تحبلي لانه البرولاكتين عالي لاسباب تانية وبس بس يعلى البرولاكتين انت الهرمونات اللي فيك تكوني خصوبه وكذا بيوقفوا لذلك وقفوا لك برولاكتين او خففوه لازم يكون وقفوه بوقتها بالدواء البراني لحتى تقدري تحبلي وتجيبي اولاد هلا نفس الاسباب يلي خلته من الماضي يكون مرتفع اذا بعد هالأسباب الاسباب على الاكثر بيكون بعده مرتفع اذا وقفتي الدواء أوكي؟ طيب خليها تفحص لانه ما بدها على المدى الطويل لانه اذا عندها استعداد لسرطان الثدي بعيلتها والبرولاكتين بعده عالي ممكن يعمل لها سرطان نعم لا آه لنرجع لا لموضوع العوارض اوقات كثير يعني هيدا بفسر يلي ذكرته دكتور مرام آه الاسباب يعني العوارض اللي ممكن تظهر على الشخص اللي عنده آه ستريس مزمن مزبوط. هيدا بفسر انه آه عندي هالأوجاع كلها بيعمل فحوصات كثير ما ببين شي. في شيء بنروح على السبب النفسي ساعتها مزبوط مزبوط 100% لانه الوقت الستريس بيكون مزمن وفي توتر الجهاز السمباثاوي هذا جهاز الخطر بالجسم العصبي بيصير يشد عضل لانه الانسان القديم اول ما تكون الجهاز العصبي بس يجي حيوان مفترس او خطر عليه بيطلع ضغطه بدق قلبه بتوفر الدم لعضلاته بحال بده يحارب او يهرب والعضلات بتشد الى اخره عرفتي كيف؟ ف النفسية كمان بس يحس بخطر نفسي بتحرك نفس الجهاز هو براسه انه ما فيش سبب لانه يعني, يعني طالما ال... طالما ستريس موجود يعني السبب اللي عم بيسبب بي... هالستريس موجود مم. طالما اوجاع الجسم او العوارض الجسديه كل ستظل موجوده صحيح في معنى اتصال الو الو اهلا تفضل بونجور تفضل تفضل دكتور مرام معك معك قل لي شو السؤال. سوري سوري عم تسمعوني مش عارف بس عم بيقطش خطك بس قل لي شو السؤال. اه اوكي انا بس بدي لك عندي عقده مصران بتصير معي شو شو أسباب اسبابها فيك تجاوبني على شي؟ فيني جاوبك بس عقده مصران بدك تشوفك حكيم يعني الجهاز الهضمي لانه اليوم بدها تدخل جراحي اذا في عقده وانت ما عم تفك لحالها بدك عملية مش مزحة سو هذا مش شي نفساني مش شي نفساني نعم أهلا فيك عم بتقول المستمعة أنه ما أعطيتها جواب بالنسبة لحتى ما تطلع البرولاكتين بدك شو لا برولاكتين طالع عندها بأسباب مجهولة قلت لها يا من دواء يا هي عندها قلت لها تيومر يعني عندها اه ورم برأسها عم, عم يفرز برولاكتين ما حيروح لحاله امم اوكي سو طيب. so بدها بدأت... تعمل فحوصات يعني ايه... وتستشير بدأ... حكيم اختصاصي بهالمجال بدها تعمل برولاكتين ايه. فحص اذا طلع بعده عالي بتروح عند حكيم نسائي بتقول بعده عالي انتم وقفتوا لي بالدواء بالدوام وقت لاحبل حبلت جبت ولد هلا انا بدي ش... اشوف أخ... قضيه برولاكتين لانه المزمن بيعمل لها قصص يعني كل هرمونات الجنسيه بتكون مخربطه زائدا اذا عندها امكانيه لسرطان لصر... الثدي حيصي. يعني ما في شيء وقائي حتى ما يطلع البرولاكتين لا اي آه، بتشوف السبب الا ال 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 اذا كان سبب دواء براني بدها توقفه آه، عندي اي عندها آه، 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 يعني بس بتمنى عليكم الفويسات يكونوا باختصار آه، باختصار شديد لحتى نقدر ناخد عدد من ال الاسئله آه، لنرجع معك لل للعوارض هل الستريس المزمن آه، بده علاج الفوري ما بده علاج المتقطع بده اي انواع بده لا كله بده علاج اذا وصل مرحله الخطر يعني مثلا فوري حادث سياره زلمي ضغطه عالي اوريدي طلع ضغطه صار معه دقه قلب سريعه بده علاج اوكي مش مزحه او صار معه طلع ضغطه وصار معه اما نزيف بدماغه او جلطه او شيء لا بده علاج ما بيهم بس يعني ان كان فوري او مزمن بس يعمل مشكله ان كان جسديه هلا لا اذا كان من... اذا كان بقصدي بده علاج نفسي اه نفسي لا ما ما, ما العلاج م. النفسي بيكون اذا كان مزمن حيحتاج اي اذا كان فوري وعمل له صدمه قويه كمان ممكن يحتاج بس اذا كان فوري ونحل بسرعه وما ترك اثر نفسي يعني صار معه مثلا بانيك اتاك ابو جمعه جمعتين ووقفت خلص خلصت هي القصه اوكي م. لنقول صار معه مشكله حادث سياره تخانع على الطريق مع حدا هددوه شيء مصاري وتبر ونحلت بسرعه ممكن يصير عوارض عينيه قلق او شيء ما نام على ليلتين ثلاثه وكذا بيمشي الحال اوكي خصوصا اذا هو كان مرتاح قبل مش انه عنده شيء قديم هلا اذا عنده شيء قديم نفساني مثلا وهالشي حرك وظلوا يعطي اعراض نفسيه بده علاج بس كتير. اوقات كثير يا دكتور م. ما بنعرف يعني الشخص ما بيعرف انه عنده شيء دفين مزبوط بس بيقول لك انا بغضب بسرعه بعصب بسرعه م. عندي ستريس دائم بس م. ما بيعرف انه في شيء دفين لازم يكون في حدا عم بيساعده اختصاصي هو ستريس الدفين بنعرف من اعراضه يعني هو ما واعي لشيء صاير ما بيتذكر او ما واعي بس إذا عنده اعراض ما بتتفسر بمشاكل جسدية واضحة، أو عم تاخد شكل مشاكل جسدية بس مش مش بسبب مرض يلي الحكيم بيقول لك عندك هيك غدة عم تفرز أو كذا. هون الحكيم بيقول شوف حدا نفساني يمكن أنت عندك ستريس. ويشوف حدا نفساني هالشخص بس يعمل له تقييم لوضعه ممكن يكتشف أنه هالشخص عنده علامات علامات تروما قديمة يعني جرح نفسي قديم. او صدمه نفسيه قديمه منه ذاكر الشخص هيدي بدها تاثر عليه اما نفسيا او جسديا نعم اتصال مم. الو, ألو بونجور بليز أه، بدي اسال حكيم انا عندي تاش صغيره كان بظهري وهلا عم تكبر وبتحكني عم بيقولوا لي ستريس مضبوط او من الكبد لا ما لا ما بعرف لانه بدي اشوفها حكيم جلد لانه في تشخيص أه. في تشخيص هلا اجمالا اذا هي أه قال شو بيجي اذا عندك اكزيما حكاك ااا آه هذا ما شو صدفيه ممكن يكون من ستريس المزمن بس برضه بده حكيم جلد هلا بس الحكيم الجلد يخلص منها اذا ألا في عوامل ستريس ساعتها بتحول على حدا نفسه يعني. ممكن ستريس المزمن يكون عند الاولاد عشر سنين؟ ايه اكيد كيف بيشعروا كيف نفس العوارض؟ اما نفس العوارض او اكثر شيء عند الاولاد عوارض جسديه وجع بطن يمكن حتى او او, أو تصرفاته مثلا ممكن ما يدرس منيح يمكن يضرب الاخرين يمكن يبكي كثير اذا كان كثير صغير يتعلق بامه اكثر يمكن تراجع مثلا يكون وصل لمرحله انه يقدر يدبر حاله بطرق معينه بيرجع كانه رجع لورا سنتين هذا يسموه ريجريشن كذا كله بيعمل ستريس بسبب عفوا بسبب ستريس هل ادويه الاعصاب تؤدي الى ارتفاع البرولاكتين؟ ادويه الاعصاب مش كلها بس مش اعصاب سوري ادويه نفسيه بدنا الناس تفرق بين ادويه عصبية نفسيه وادويه عصبيه تيجي للنقطه وال 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 والصرع الى اخره في فرق كبير بدي اعرف بدي اسال الدكتور بس خاف او هم دغري بصير عنده اسهال اكثر شي خوف على حدا صاير معه شي بيصير معي هيك وبس اطمن ما بيعود بني شيء هيدا شيء نفسي اكيد خوف هذا ش... يعني وين باي خانه فوري مزمن متقطع فوري فوري, فوري. أو طيب او متقطع حسب اذا يمكن. بدي يروح دكتور معك ل... لعلاج اول شيء له علاج الستريس المزمن شو نوع علاجه اول علاج انه يشيله من ظروف الستريس اذا ممكن يشيل حاله يعني اذا, إذا هو بشغل مثلا والرئيس تبعه بيعيط عليه وبهدله وبيعمل له قصص وبيقدر وبي... يلاقي شغل تاني يترك هي اهم شيء اذا عنده بلان بي وسي ايه بلان بي اوكي اذا منه قادر بده يعمل شغلتين آه, تمارين معينه مش مش جسدية جسدي تمارين معينه تخفف ستريس منا منا مثلا رياضه او مشي بسيط 20 دقيقه مره مرتين باليوم آه... باليوم او بالاسبوع؟ لا باليوم باليوم 20, 20 دقيقة مش معلو. اوكي تاني شيء ينام منيح ينام منيح النوم كتير مهم للستريس ثالث شيء يظبط اكله ما ياكل جونك فود وهيك رابع شيء في يعمل تمارين في يعمل اشياء بنسميها المديتيشن تامل اشياء بسيطة في تع... في يسأل عنها او يمكن على الانترنت موجودة يطبقها مرتين باليوم كل مرة عشر دقايق هي بتفيده كتير في يعمل كمان اشياء بتريحه في يعمل تدليك في يعمل آه يسمع موسيقى اللي آه هي وهو بتريحه يعني في عدة اشياء من هالنوع بتخفف ستريس اذا ما كان كافي هذا الشيء بدنا نلتجئ للعلاجات النفسية وهي حسب اذا عنده قلق بدنا نعالجه للقلق اذا عنده آه اكتئاب نعالجه الاكتئاب اذا عنده نوبات هلع نعالجه بس نعجل. اذا المشكلة موجودة بنخفف من, خفف من تاثيرها بس بنخفف من تأثيره ما انا قلت <applause> لك اول بالأجلية. شيء إيه ادويه فينا هذا اخر يعني مم. شيء بس ايام نجبر لانه ستريس مزمن ما عم بيقدر يطلع من ظروفه مثلا حدا مريض وعم يتوفى عم ياخذ شهر وشهرين وثلاثه بده يروح يشتغل وينتبه على المريض وكذا هذا ممكن نعطيه آنيا اذا ما استفاد على العلاج النفسي والاساليب لتخفيف الستريس اللي هلا ذكرتها ممكن نعطيه دواء مؤقت ممكن بكل بيختلف العلاج بين الاولاد وبين الاشخاص مع البالغين آه. مع الاولاد بنجرب ما نعطي ادويه ايام بنجبر بس بنجرب ما نعطي ادويه ايام بنعطيهم اشياء مثل فينا نستعمل تنويم مغناطيسي فينا نستعمل اساليب ثانيه الاهل فيهم يريحوا مثلا تدليك قبل النوم اذا طفل صغير شوية تدليك في نستعمل الموسيقى مثلا تشوف كتير حكما سنين بحطوا موسيقى بس يجي ولد بيرتاح كل واحد له طريقته بس بنبلش بالاخف اللي هو الاساليب تخفيف الستريس عن الاولاد واذا عزنا بننتقل لشيء نفساني او دواء اوكي او او عفوا في متممات كمان بتساعد متممات غذائيه للاولاد بضل ارحم من دوا شوي. مم. مم. طيب هيدي آه اذا كان حدا تعرض بصغره لاي نوع من تحرش او لاغتصاب هيدي آه هيدا بيسبب له عن كبر آه نوع استعداد اكثر، بصير عنده ضعف اكثر تجاه ستريس. خصوصا اذا بصير اي مشكله عنده تصير لو صغيره تسبب له ستريس؟ مش بالضروره، مم. يمكن المشكله بدها تكون ذات طابع شبه جنسي او شيء. اوكي بس ما دل... بس كمان اذا كانت كثير الصدمه التحرش كثير قوي او اغتصاب قديم او شيء او حدا من العائله ضايق او ضيقة ممكن يصير عنده خوف من الناس يعني مش كله مثل بعضه، ايام بيكون التحرش جنسي وما بيتحرك الخوف الا ما يكون شيء جنسي عم بيصير بعدين، ايام لا بيكون تحرش جنسي بس قد ما عمل مشكله وخوف وعدم تراست عدم ثقه بالناس وكذا ممكن يصير عندها مشكله مع الناس يعني عرفتي كيف كل واحد يبقى الاشخاص يلي عندهم يعني اضطرابات نفسيه هن معرضين اكثر للستريس المزمن ايه كل واحد عنده اوريدي مشكله نفسيه وبصير في معه ستريس حتى حتى الآن وخصوصا المزمن بده ياثر عليه اكثر اذا منه عم يتعالج اذا عم يتعالج اما دوائيا يلي هو دائما علاج مؤقت دواء دائما مؤقت ما بيشفي او عم ياخذ دواء زائد علاج نفسي، العلاج النفسي عنده امكانيه اذا كان بالعمق عنده امكانيه يشفيه من القديم بس ما في يشيل ستريس جديد في خففه نعم، نحن هيك بشكل عام بالاجمال كلبنانيين اي م. نوع ستريس عندنا؟ مزمن جدا والسبب؟ بتعرف السبب، راجع تاريخ البلد، يعني نحن من سنة 58 70 73 م. 75 74. والى اخره وإلى اليوم يعني بين حروب وبين مشاكل مادية هلا وبين الأمراض وبين الانفجارات وهذه الأرضية شو يعني, يعني كنا بدنا علاج حسب إذا في سمتم ولا لا إذا في أعراض مرضية أكيد بدنا إيه إذا في أعراض إيه والأعراض فيها تكون جسدية ونفسية إذا نفسية بدنا علاج إذا جسدية بنتأكد مش من الجسم إذا كان مصدرها نفسي بدنا إما انتي ستريس التمارين ضد الستريس أخفى شيء علاج نفسي زائد او ماينس الدواء او المتممات دكتور مرام مم. الحكيم شكرا لك طبيب وعالم نفسي عيادي اهلا وسهلا أهل وسهل فيك طلعنا مسترس. كلنا عنا ستريس مزمن نشوف كيف بدنا بدك نخفف عنا بدك, بدك تشكر اللي قيمين على البلد ايه كثير رح نشكرهم <applause> شكرا لك دكتور بدوري بشكر الاصدقاء المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا بكلينيك